مطالبين قناة النادي الأهلي قناة صدى البلد. الأهلي على اليمين اليمين بيمثله في حارس المرمى أحمد دوبل قدامه محمد تكروري عسلية ومودي ونعيم وجمعة، بينما قناة صدى البلد حارس المرمى سراج قدامه محمد مارين أحمد أمين صابر أشرف عمرو عزت وطه كمال. على يد اليمين قناة الأهلي، على يد الشمال قناة صدى البلد. شوف المواجهة الفنية، لقاء يديره تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة محمد عبد العزيز وحسن وائل. تحية للمسؤولين والمنظمين. تكون النهاردة في الملعب بعد ما كان في القيادة الفنية في اللقاء الماضي، النهاردة القيادة الفنية للمايسترو شادي عبد السلام مدير فني، أشرف بدوي مدير الكرة، أحمد أبو الفضل مارد اي تي قناة النادي الأهلي، ومحمد عادل ورامي ووسيم ولاعبي قناة النادي الأهلي وعاملين بقناة النادي الأهلي. أيضا نوجه التحية لأستاذ عبد الفتاح خضر أيضا الموجود النهارده يساند ويؤازر قناة النادي الأهلي. اتلعبت من مارين طويلة مكروري نعيم عسلية لمودي، يا ترى مرة تانية نعيم تمرير عدت مره جول اول لقناه الاهلي عن طريق اللاعب مودي يضع هدف اول لقناه النادي الاهلي. اللاعب مودي هدف اول وتمركز خاطئ جدا لصاد البلد في المشهد اللي فات. يلعب مره ثانيه جمعه عسلية مودي العسلية عدت لو مر لكن اتقطعت. مودي عزت امين يصوب يا ولد، تصويبة قوية ولكن ركلة ركنية، لكن رد جمعة اللمسة تكروري يلعب لنعيم نعيم مشي نعيم صوب لكن اصطدمت. تصل مرة تانية لدوبل العسلية نعيم استلم نعيم من مودي يلعبها لكن خارج الملعب. هيلعب طه مودي يصوب مودي تصويبة قوية من مودي. جمعة يقطع يلعبها مع مودي لكن مقطوعة عسلية. يلا يا راجل جمعة مع مودي لكن مقطوعة. أحمد أمين للسلامة ذكروري خارج الملعب. أحمد أمين يلعب التمريرة صابر ولكن خارج الملعب الركنية واحد قناة الأهلي لا شيء قناة صدى البلد. ولتدخل مع ذكروري جابه وشافه والحكم مش هيعديها له، جابه وشافه واداله انذار بس. احمد امين خد انذار. يا شباب نهدى يا شباب. وادي ركله التماس يلعبها ذكروري. مودي مش اي حاجه يا جماعه. عسلية نهدى يا شباب. يا احمد يا امين يا مارين الرجاله ونهد الناس يا ذكروري. مروان عمرو عزت صابر عدل لكن يا سلام يا عسلية واقف في الحته دي علشان يطلع الكوره بالشكل ده، يبقى سلام عليك يا عسلية. عسلية يسندها حط جول هدف تاني لقناة الأهلي. حلو التناغم، حلو الانسجام، حلو الهارمون اللي شفناه في المشهد اللي فات. وادي هدف تاني لقناة الأهلي. اتنين لا شيء
اثنين لا شيء في شوط اللقاء الاول. يضغط نعيم بالفعل صافرة نهاية احداث شوط اللقاء الاول بتقدم قناة الاهلي على قناة صدى البلد بهدفين مقابل لا شيء. مرة ثانية نبدأ أحداث شوط اللقاء الثاني بمباراة الدور قبل النهائي ما بين قناة الأهلي وقناة الصدى البلد. تقدم لقناة الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. مرة ثانية عدى مر ركلة جزاء راح محمد عبد العزيز واحتسب ركلة الجزاء. يا ترى حد من صدى البلد هيجي يقول لي انت غششت الحكم في الكوره اللي فاتت؟ مارين ودوبل. يا سلام يا دوبل، يا سلام عليك يا دوبل. النهارده الاشاده دوبل يا دوبل. دوبل ينقذ مرمى قناه الاهلي من الهدف ومن ركله الجزاء. هيلعب نعيم عند جمعة، عدت مرة تانية لكن يمسك السراج مارين. لسه بدري يا شباب. مارين يلعب لأمين. أمين يلعب لصابر. صابر وقف على كورته. صابر بيدور على حد يسد عليه، لعب أرضية ولكن خارج الملعب. ركلة التماس، يدور على حد يقرب له، يعلقها جميلة. يطلع دوبل من الدور الثاني. طالع دوبل بينافس علي حسن على لقب أحسن حارس مرمى في البطولة. صابر يضغط دكروري مرة ثانية. ركلة حرة. مارين القميص رقم 10 يا مارين. مارين هاند بول، لمسة يد على دكروري ومارين والركلة الحرة. مارين خبرة الأيام والسنين يا مارين. مارين يلعبها لكن دكروري قلبك قلب أسد يا ابني. يلعبها يرجع مرة تانية دكروري. صعب. السلام على كعبك. سلام على كعبك يا دكروري. لعب الطويل دوبل بالبوكس. مرة تانية يضغط أحمد أمين بفدائية. حط يا راجل تصويبة يا ولد يا ولد يا أمين، ولكن خارج الملعب. هاني يسند لأحمد أمين. أمين مشي عدى أمين. الأرضية لكن دوبل يمسك. اخطبوط دوبل، الاخطبوط أحمد دوبل. ليلعب لنعيم. نعيم عدى مر فات لنعيم لمودي. نعيم يصاب، لكن يا سلام على الفدائية يا أحمد يا أمين. يا سلام على الفدائية من أحمد أمين. قلب أسد يا أمين. صابر مشي عدى مر فات مروان. العرضية فين لكن دوبل ودكروري. سلام يا دوبل وخارج الملعب. والركنية دور على هاني حتحوت، يعلق العرضية بفدائية من مودي لخارج الملعب. هاني لجمعة التحضير لنعيم. نعيم عرضية لكن مارين بفدائية يقطع مرة تانية من قدام الأهلوية. عدى عسلية حضا عليها وخد منها ركلة التماس. عسلية مرة تانية. صابر يا سلام يا دوبل. يا سلام يا صابر. دوبل نجم الشباك في شوط اللقاء الثاني. الشوط الثاني صدى البلد أفضل، صدى البلد أحسن، ودوبل هو نجم الشباك. هيلعب صابر عرضية خارج الملعب مادية مرة تانية للركلة الركنية. هيلعب صابر
يلعب عرضية لكن دوبال يقطع خارج الملعب ركلة تماس. مارين دكروري وصابر يطلع مرة تانية نعيم لمودي. مودي مودي مقطوع سلام أمين عسلية عسلية وأمين مش عسلية وركلة حرة لقناة الأهلي. نزل رامي رامي نزل مكان جمعة وادي دكروري وعسلية عسلية يسندها نعيم 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 يلعبها لكن مقطوعة من صابر. نزل عمرو عزت عمرو يقطع رامي يلعبها مرة هاني حتحوت حب يسندها لصابر لكن لخارج الملعب. إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين لقاء النهائي والختام يوم الخميس بمشيئة الله لقاء الدور النهائي ولقاء الثالث والرابع. هاني حتحوت عايز يلم دكروري ويعدي دكروري دكروري وخد واحدة مارين خد واحدة سوبلكس ودكروري واقع هيقوم هيقوم ما فيهوش أي حاجة قام ما فيهوش أي حاجة. حتة كده على طريق بروك ليسنر ولكن قام دكروري حتة على طريق الفولت العالي من كهربا هاني حتحوت سبعة عدة دكروري دكروري يا السلام عليك يا دكروري بفدائية محمد مارين لعبت من مارين خارج الملعب لسه بدري دكروري بيدور على الساعة لسه بدري مرة تانية دكروري ما بيهزرش كسر الكاميرا كاميرا سليمة شنودة يلعب مارين يعلق جميلة فكرتها حلوة وقف يا أحمد أمين على الكورة يستعجل أمين ولعبة عرضية مرة تانية عزت يلم نعيم نعيم حاول يهمد اللعب دكروري دكروري يلعب بارد الملعب لرامي رامي طويلة لكن لخارج الملعب ركلة المرمى رويدا رويدا قناة الأهلي تقترب من مواجهة القاهرة والناس في المباراة النهائية والصعود للمباراة النهائية لكن الحديث بقية لسه في وقت في اللقاء مش صابر 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 ودوبل النهاردة اخطابوت الاخطابوت أحمد دوبل المرشح وبقوة لكأس أحسن حارس مودي مودي عد لما مرة تانية أحمد أمين لكن نعيم مش نعيم حط 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 لكن يا سلام يا مارين قطع مارين بخبرة عدت مرة تانية ركلة حرة لمارين لعبت عند أحمد أمين بيبص في ساعته محمد عبد العزيز كابونجا يلعب صابر صابر اتلعبت عرضية لكن دوبل ما بيعديش حاجة قوم يا دكروري ما فيهاش أي حاجة مريم خلي بالك خلي بالك خلي بالك رغبة التماس نعيم نعيم مش مش يلعب حط راجل عسلية عسلية لكن اتقفل عليه خارج الملعب وركلة التماس التماس الجانب الآخر ولكن لصدى البلد محمد مارين مارين لأحمد أمين لعبت عند صابر 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 يلعب لعزت عمرو عزت يلا عمرو يلا عمرو دكروري بيشتت دكروري مش انفراد رايح رايح هيعملها ولا ايه هيعملها ولا ايه مودي سلام يا دونجا دكروري يقطع اكتر لعب بيستخلص كرات دكروري بولي مرشح هنا استاذ مهندس محمود بولي مرشح لكاس احسن لاعب دكروري احمد امين
امين ماشي عد امين لكن دوبل يطلع كمل الصبر لكن يرد رامي احمد امين يلا راجل يلا راجل ركنيه ركنيه لعب دوبل يمسك اعتقد دوبل النهارده يعني خلاص بيقول كاس احسن حارس بتنادي الحارس دوبل مارين سابها لسراج لا يسأل عن الهدفين سراج ما يتسألش عن هدف من الاثنين صابر صابر عدى حط راجل يصوب ويسدد لكن دوبل دوبل اخطبوط قافلها قافلها بالضبة والمفتاح قاطع مية ونور أمام المرمى أحمد أمين صابر صابر بعرض الملعب صابر بيدور على حد يسند عليه لكن مرة تانية عمرو عزت عدى عمرو لكن دكروري وركلة حرة لقناة صدى البلد ركلة حرة محمد مارين أخصائي الضربات الثابتة لقناة صدى البلد صدى البلد محمد مارين مارين يلعبها ويعلقها نعيم المرتدة وصافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الثاني يطلقها محمد عبد العزيز بفوز قناة الأهلي على قناة صدى البلد بهدفين مقابل لا شيء وصعود قناة النادي الأهلي للمباراة النهائية لمواجهة فريق القاهرة والناس مبروك لقناة النادي الأهلي هارد لك لقناة صدى البلد معادنا يوم الخميس والمواجهة النهائية الأهلي والقاهرة والناس على الأول والثاني صدى البلد في مواجهة قناة أون سبورت على الثالث والرابع أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين تقينا على المحبة والخير والسلام وفي الختام تقبلوا مني خير السلام كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح أترككم في رعاية الله وأمنه أحبائي الكرام عشاق محب الساحرة المستديرة في كل مكان أهلا وسهلا بكم من هنا من ملعب مدينة الإنتاج الإعلامي لقاء الدور قبل النهائي أولى اللقاءات اللقاء من العيار الثقيل مباراة نهائي مبكر يجمع ما بين قناة القاهرة والناس وقناة أون سبورت على يد اليمين قناة القاهرة والناس حراسة المرمى علي السيد قدامه إيكا علي حسن في حراسة المرمى قدامه إيكا علي السيد ومكاوي ومحمد ياسر وأسامة بينما قناة القاهرة والناس ليه على يد اليمين إذا قلت لحضراتكم وهنا تشكيلة على يد الشمال قناة أون سبورت تشكيل مكون من خالد ناصر في حراسة المرمى قدامه بانو وأحمد عادل سمارة أحمد سعيد وأحمد صلاح على يد اليمين القاهرة والناس على يد الشمال أون سبورت لقاء يديره تحكيميا محمد عبد العزيز حكم الساحة محمد كامل هنشوف الفريقين والمواجهة الثنائية ما بين اللعيبة الفريقين داخل أرض الملعب لقاء مقرر حسن أوائل مساعد الثاني ومحمد عبد العزيز حكم أول
شوف الفريقين النهارده هيقدموا لنا ايه. لقاء مقرر ولقاء كان اقيم اللقاء في دوري المجموعات بين الفريقين الذهبي فوز قناه القاهره والناس على اون سبورت 5-3. ياسر بص على عينيه، بص على حركاته، بص على الفتات بتاعت محمد ياسر. ايكا لمحمد ياسر مع سماره، سماره هيلعب عينيه على الكوره. سماره سلام عليك يا اسامه، بيلف باي حد. يا ولد يا ولد يا اسامه، مش ممكن يا جماعه. قلت لحضراتكم واحد من اهم اللاعبين بيلف باي حد على الواسع على الضيق موجود. عدى ياسر، السلام ياسر، بيمينه مش ماشي، بشماله ماشي، ماشي ياسر، قال له ما فيهاش أي حاجة، إيكا يا ولد إيكا، أحمد سعيد، 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 مشي لسمارة، سمارة، التمريرة لكن علي السيد، علي السيد، محمد ياسر، محمد ياسر، ياسر عدى، مر فات، لكن السلام عليك يا خالد الناصر، سمارة يصوب ويسجل، تصويبة سمارة ولكن خارج الملعب بركلة المرمى. يرجع مرة تانية بالكاوي ليك محمد ياسر، زحلو عدى بعرض الملعب بالكاوي. مش أي لعيب يا جماعة في الخماسي يلعب كرة بعرض الملعب بالشكل ده. يا السلام يا بالكاوي، يا ولد يا ولد يا بالكاوي، السلام عليك يا بالكاوي. لم وعدى وعدل وظبط وسدد، ولكن ايه سنتيمترات قليله بالدوار القائم الايسر لمرمى الحارس خالد ناصر. يشيل هيك، يا سلام يا زحله، يا سلام يا اسامه، يا سلام يا اسامه. عاد الاسامه لكن ما ظبطش الاشاره، عمل اسامه الصعب كله، استلم ولف ودار. وعادي مصلحي، مصلحي يصوب لكن من تحت لفوق صافرة نايت احداث الشوط الاول يطلقها محمد عبد العزيز عزام. يلعب ليكا، ايكا لعزام عد مرة فاتت خارج الملعب. ايكا لمكاوي، حلو الروح الرياضية يا شباب، حلو الأجواء الرمضانية اللي بتشوفها والروح الرياضية عند اللعيبة والأجهزة الفنية. دايما بنتجمع كلنا في الشهر هذا الشهر الكريم شهر رمضان. اللقاء القادم اللقاء الشرس، هذه التصويبة يا ولد نبيل الكاوي، سمارة سمارة، وادي تدخل، وادي اعتقد معاه حاجة، معاه حاجة، معاه انذار، اداله انذار، تدخل مع سمارة. ايكا يرجع ليه علي، سمارة تصويبة من سمارة لكن بعيدة يا سمارة. علي سلم ليك، ايكا لياسر، زحلو علي سعيد يقطع، مصلحي مقفول النهارده على واحد من اخطر مفاتيح لعب قناه وان سبورت، اللاعب مصلحي وسمارة. ادي علقها علي، يمسك كورته اسامه، يقطع مانو سعيد لمصلحي، مصلحي هيعدي يا ولد يصوب لكن مقفول عليه، الضغط عليه مره تانيه، عدى التصويب خالفها، خالفها احمد سعيد اللي خارج الملعب. ايكا سلم لياسر، ياسر 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 غيرها صح، ياسر صح، لكن علي طويله هي بتاع مره تانيه، اللمس اللمس مرة تانية تلعبوا، ولكن لخارج الملعب. هل الفريقين هيبدأوا يفكروا في ركلات الجزاء؟ هل بوكا وخليفة يبدأ يشوف مين عنده بيجيد ركلات الجزاء سواء في حراسة المرمى التصدي أو التصويب؟ ياسر أعتقد القاهرة والناس مش هيعمل جديد، مش هيغير، عنده حارس مرمى مميز، عنده لعيبة بتجيد ركلات الجزاء. هل اون سبورت هيفكر في الحارس البديل ولا هيحتفظ بخالد مره تانيه، ولا فريق ولاعب هيريحنا من ركلات المباراه الترجيحيه ويخلص اللقاء في الدقائق الوقت اللي فاضل؟ اسامه اسامه يا ولد يا ولد، لو لف اسامه عدى، ياسر ياسر مشي، ايكا ايكا طويله
ايه يلعبها عرضية لكن خارج الملعب عرضية خارج الملعب للركنية. هنا اللجنة المنظمة بيقول ان هيبقى عندنا شوطين كل شوط مدته 5 دقايق. صافرة نهاية احداث شوط اللقاء الثاني اتلقى محمد عبد العزيز بتعادل سلبي ما بين الفريقين. هنروح لوقت اضافي على شوطين كل شوط مدته 5 دقايق. ايكا اسامة ياسر مرة تانية ليكا ايكا يلعبها حضر مرة تانية زحلق يرجع سمارة احمد سعيد عدى العرضية لوحده تماما وخارج الملعب رامي التماس قطعت ماشي بكاوي يصوب ويسدد بكاوي لكن المرتدة السريعة اعتقد ممكن الدقايق اللي جاية تحمل هدف للقاهرة والناس او لون سبورت اعتقد الهدف قرب شوف هنا ولا هنا سعيد يرجع لمانو مانو هيضغط اسامة اوعى تغلط مع اسامة احتسابها على اسامة يبدأ مرة تانية سمارة دايق الحسم مصالحي سمارة يصوب يا ولد وادي التصويبه واحدة والتانية والتالتة لكن خارج الملعب. يا السلام عليك يا علي قلت لحضراتكم واحد من افضل الحراس وادي خارج الملعب رامي التماس الهدف قرب الشباك هتهتز قريبا ايكا اسامة يا ولد على اللبس يا علي فين يا علي يلا يا علي مرتدة سريعة سعيد مشي ركلة حرة لون سبورت سمارة هو سعيد قبل خط المنتصف بولا ياسر بولا السلام عليك يا ياسر مصلحي اللاعب اللي يقدر يخلص لك اللقاء هو او سمارة قناة القاهرة والناس ياسر او اسامة يقدر يخطف لك هدف يخلص اللقاء تلعبت لكن يرد مرة تانية اسامة سافرت النهاية للشوط الاضافي الاول سمارة وعلي ونظرات التركب سمارة حطها في العلالي وخارج الملعب محمد ياسر وركلة الجزاء والمهندس محمود قفل علينا الزاوية ياسر يا سلام عليك يا خالد بره هنا وبره هنا مصلحي وركلة الجزاء مصلحي بره يا مصلحي استعجال عدم تركيز في المشهد اللي شفناه للثلاث لاعبين اسامة الهدوء الاتزان الثقة اللي عنده اسامة في ركلة الجزاء ادي الهدوء وادي نظرات وادي الثقة وادي اسامة وخالد اسامة قصر المدينة وقطع الشبكة وفصل الارسال عن القناة كلها قطع الدنيا كلها اسامة قلت لحضراتكم الثقة التركيز حطت معلم لو ضاعت خلصت الحكاية لو احرز احمد سعيد للحديث بقية سعيد وخلصت الحكاية والرواية والقاهرة والناس الى المباراة النهائية اصعد فريق القاهرة والناس للمباراة النهائية هارد لك لفريق اون سبورت كل التحية لخليفة ولاعبين خالد
واحمد عادل وسماره ومصلحي وكل اللاعبين ومامو واحمد سعيد وكل الرجاله قدوا بطوله اكثر من رائعه. هارد لك لقناه الاون سبورت، كل التحيه للاعبين، مبروك لقناه القاهره والناس، هارد لك لقناه الاون سبورت.